مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. حلقتنا اليوم مليئة بالمفاجآت والأخبار. من بعد إصدارها لبرومو أغنيتها الجديدة بعنوان أختي، بيسان إسماعيل تستعد لإطلاق فيديو كليب والأغنية قريبا بمناسبة تخطيها لحاجز 6 مليون مشترك على يوتيوب. من بعد مشاركة ماريانا فيديو على يوتيوب واللي كان مقلب ترك فريق فافا نابولي بالمتابعين، واجهت ماريانا بعض الانتقادات والكومنتات الحزينة وبعض من الهجوم بسبب المقلب، فردت بهذا الستوري واعتذرت من المتابعين. جايز انا كتير اسفة، انا ما كنت متوقعة انه تكبر القصة لهالدرجة. في ناس عم تبكي، في ناس عم شوف رسائل بعتين لي تسجيلات عم يبكوا، انا موجودة، انا هون، أنا عن جد آسفة. شارك وسام تيكت ستوري على انستغرام أعلن فيه أنه أنهى تصوير فيديو حقيقة علاقته ببيسان المنتظر من طرف عدد كبير من المتابعين، واللي حمس المتابعين أكثر هو رد وسام على مسج من متابع واللي تحداه فيه أنه الحقيقة رح تكون غير متوقعة. شو رأيكم؟ شو هي الحقيقة اللي رح نشوفها في فيديو جاي لوسام تيكت؟ من بعد انتقال نور وبنين وأمهم للعيش بدبي بدون أخوهم الصغير وليد، تعرض وليد لحادث بأمريكا ألزم دخوله للمشفى بشكل مستعجل، فاضطرت نور وعائلتها لمغادرة دبي والالتحاق بوليد بشكل طارئ بأمريكا. وشاركت نور فيديو على يوتيوب وستوري وضحت فيه ما شو عم بيصير معهم حاليا. اي جايز، أخي بالمستشفى، هذا هو سبب عودتنا لأمريكا. طبعاً ليش هو بالمستشفى، شو التفاصيل، كل شيء، كل الأخبار موجودة بآخر فيديو نزل على اليوتيوب. من بعد تخطيه لحاجز 100,000 مشترك، أعلن ريدر عن مفاجأة من المفاجآت اللي عم بيحضر لإلها، واللي كانت أغنية من كلمات جمعها بشكل كتير مبدع لأسماء صفحة المتابعين. ألف مبروك لريدر، من نجاح لنجاح إن شاء الله. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.